التفجير هذا اللي أودى يعني بحياة ناس كثير، وأيضا يعني دمر الكتاب وحرق المكتبات، تقريبا المكتبات المهمة كان لها أثر كبير. يعني الدولة ساهمت بقسم بالبناء أو غيره، بس بالكتاب ما جازت، يعني ما ساهمت أنه توفر كتب أو شيء. بالنسبة لشارع المتنبي أصبح ظاهرة في يوم الجمعة يلم من كل طوائف العراقيين بالإجماع، يلمون ويصير ما بين القراءة، ما بين العزف، ما بين الفرق، ما بين الشباب، ما بين الأدباء، الكتاب إلى آخره، الفنانين أيضا، كلهم من كل طوائف الشعب العراقي ينجمعون يلمون هنا في شارع المتنبي، وهذا دليل على الوحدة العراقية بكل طوائفها. ولا يحب هاي السؤال.